زمان جدا جدا قبل ما العالم يتكون كان في ملك وهو ملك المجد والملك ده كان عالي عالي قوي وأعظم من أي حد أو أي حاجة أنا أو أنت ممكن نتخيلها ففي الأزل اللي ملوش لا بداية ولا نهاية كان هو الملك الوحيد وكانت مملكته هي المملكة الوحيدة مملكة الحكمة والمحبة والفرح والسلام والمملكة ما كانتش محتاجة لشمس أو نجوم لأن الملك نفسه هو نورها ومع أن المملكة كانت مش محدودة في مساحتها إلا أنها كانت محدودة في رعاياها في ناس بتقول أن الملك ما كانش عنده رعاية خالص ولا تفتكروا كان عنده واحد من الأسرار القديمة للملك ده أنه حتى لما كان هو الوحيد الموجود ما كانش أبداً لوحده لكنه كان عايز يشارك حياته مع كائنات تانية تفهمه عشان كده الملك الصالح والحكيم ده خلق عالم سماوي فيه ملايين الكائنات الروحية الرائعة والذكية جدا اسمها الملائكة وهو كان عارفهم كلهم بأسمائهم وكان عايزهم هم كمان يعرفوا الحياة مع الملك كانت مغامرة ما بتنتهيش لكن الملك كان عايز مخلوقات تانية مش بس الملائكة فخلق عالم بيتكون من زمان ومكان ومادة عالم مذهل في كوكب جميل هيكون فيه مخلوقات بديعة اسمها البشر وغير الملائكة ابتدت عيلة البشر باتنين بس راجل وست الملك كان عايز يشارك حياته معاهم برضو زي الملائكة وحصلت حاجة حاجة فظيعة حصل تمرد في المملكة الأول في السماء وبعدين على الأرض ملاك متمرد استولى على مملكة الأرض بأنه أثر البشر اللي فيها لكن اللي حصل ما فاجئش الملك لأن جوه قلب الملك كان في خطة إنقاذ عظيمة وعجيبة جدا خطة مكلفة جدا هتاخد وقت طويل لدرجة إنه هيحتاج آلاف السنين عشان ينفذها كنتوا تتوقعوا إيه غير كده من الملك الأزلي الأبدي ملك بره دايرة الزمن